اسمك؟ شام. مساءكم سعيد. أنا شام وسأحدثكم عن موضوع يعنينا جميعا. هل تساءلتم يوما لما غدونا على هذا الحال؟ نعم، حالنا يندى له الجميع. نحن نصارع بعضنا، نقتل إخوتنا، ندمر بيوتنا. نعم، هذا ما نحن عليه، دمار وفساد، لأننا لا نطور أنفسنا ونهتم بالسخافات. ليس كل شخص منا، لا بل بعضنا. يقول قائل: عندما حاول عباس بن فرناس الطيران وبعد موته تساءل العرب، هل مات شهيدا أم منتحرا مصيره النار؟ بينما تساءل الغرب، هل من الممكن الطيران حقا؟ هم فكروا واهتموا بشيء من الممكن تطويره، أما نحن فاهتممنا بشيء ليس لنا الحق في تقريره، كما وأنه لن يفيدنا عاجلا أم آجلا. مع أنهم كانوا يحاربون بعضهم البعض، التفتوا إلى ما قد يجعلهم أفضل، كما قال الله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اقرأ، بدأوا بالتغيير، قرأوا، تعلموا، فهموا وأدركوا، فأصبحوا أفضل. كانت لنا حضارة عربية إسلامية لا مثيل لها، فأين هي الآن؟ هم يدعمون الفاشل حتى ينجح، ونحن نحبط الناجح حتى يفشل. يتسمون بالصدق والأمانة والإنسانية، كأنهم مسلمون بلا إسلام، وكأننا إسلام بلا مسلمين. علينا أن نصبح أفضل من أجل ربنا، من أجل وطننا، من أجل أنفسنا. العبادة لا تقتصر على الشهادتين أو الصلاة أو الصوم أو الزكاة، إنما هي أيضا أن تعمل، أن تتعلم، أن تصنع ما تفيد به نفسك وأمتك. لماذا الغرب هكذا؟ ألسنا أولى بأن نكون نحن العباقرة؟ نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فلنبقى نبراسا مضيئا في دروب الحضارات. بقلم شام الدمشقي.